إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله جل وعلا به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من الذي قال إن الحب حرام؟ من الذي حرم على الناس أمرا هو من إكسير حياتهم، وهو من متع ولذاذات معيشتهم؟ لماذا صار مفردة أكثر من دوران الحلال على اللسان، مع أن دائرة الحلال في الشريعة أعظم من دائرة الحرام؟ دائرة الحلال في الشريعة أكبر وأوسع من دائرة الحرام التي أصبحت دائرة على ألسنة الناس. إن الله تعالى قد أباح كل شيء وحرم بعض الأشياء. من الذي زعم أن الحب حرام؟ بل من الذي يستطيع أن يعيش على ظهر هذه الدنيا دون أن يحب أو يحب؟ أليس الحب إكسير الحياة؟ أليس الحب ألذ لذاذات الحياة وأعظم متعها على الإطلاق؟ بلى. أورد الإمام ابن القيم في روضة المحبين قول الشاعر: إذا أنت لم تعشق، إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فقم واعتلف تبنا فأنت حمار. إذا تصورت بشرا دون حب فإنما تتصور جمادا أو جلمدا أو صخرا، ولست أقول بهيمة من بهائم الأنعام، لأن بهائم الأنعام أيضا تحب وتحب وتربط بين بعضها البعض عاطفة وعلاقة. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروب. لست أعني هذا الحب الذي يشقي المحبين، لست أعني تلك اللوعة وذلك السهر، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. لست أعني هذا النوع من الحب، إنني أعني تلك الرابطة العظيمة التي ليست صنيعة بشرية ولا تركيبة كيميائية، إنها هبة المولى ومنة الله سبحانه وتعالى، إذ يقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إنني أتحدث عن علاقة الحب الطاهر التي تربط بين الاثنين، والتي قامت على عقد المولى سبحانه وتعالى، إنها منة الله وأعطية الإله. واذكروا نعمة كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن هو الذي عقد العقد وربط الناصرة، ولذلك كانت هذه العلاقة أسمى ما تكون وأعلى ما ترتجى. إنها سؤال الأنبياء ومطلبهم. لقد دعا موسى أن يجعل الله له خلا وفيا وإن كان أخا قريبا ذا نسب، ودعا الصالحون من قبل إلى الاستكثار من هذه العلاقة، فقال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تستمعون لقول أهل النار فما لنا من شافعين
ولا صديق حميم. يقول الحسن رضي الله عنه ورحمه: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا يذكروننا الآخرة، وأهلونا يذكروننا الدنيا. الحب في الله ليس شعاراً نرفعه، بل هو دثار نلبسه إن كنا محقين. الحب في الله ولله علاقة من أسمى العلائق، إنها تلك العلاقة التي يقول فيها الحق جل جلاله: وجبت محبتي للمتحابين فيا. إنها العلاقة التي تجعل صاحبها على منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والصديقون والشهداء لقربهم ولعلو مراتبهم ومجالسهم. في الحديث الصحيح أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: إن من الناس ناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. أتدرون من هم؟ ليسوا الذين جاهدوا وبذلوا وأعطوا وأنفقوا إلى آخره، إنما هم الذين تحركت قلوبهم بعلاقة خاصة، أحبوا في الله ولله ولذات الله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. إذن ليست المحبة في الله شعاراً نبثه في المجالس العامة ونعطيه للكافة بكلمة واحدة: إني أحبكم في الله. لا، العلاقة هذه علاقة خاصة تقوم على معطيات، منها الإيثار، ترك حظ النفس وإعطائه للأخ، لقيام رابطة الأخوة والحب في الله تعالى. وأعظم مثال على هذه الرابطة المثال الفرد اليتيم في تاريخ الأمم والدول. أتحدى من هذا الموقع أن تجد علاقة كطهر هذه العلاقة وسمو هذه العلاقة وبذل هذه العلاقة، تلك العلاقة التي عقد آصرتها الله عز وجل في السماء، وعقد آصرتها في الدنيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين الأصحاب، فقامت كأعلى ما يكون وأسمى ما يكون. وجلل الوحي هذه العلاقة بأعطية عظيمة حين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن الإيثار في حالة الخصاصة وشدة الحاجة والجوع والفقر والمسغبة هو غاية الإيثار، هو أعلى الإيثار. كان أحدهم يأخذ اللقمة من فيه ويضعها في فيه أخيه، كان أحدهم يستبقي لا يستبقي نفسا فيه، فيقدم الكوز من الماء بارد فيقدم الكوز من الماء باردا له، وهو أحوج ما يكون إليه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هي هذه العلاقة. ومن هذه آثار هذه العلاقة: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء عبد الرحمن بن عوف من مكة أشعث أغبر، لا يملك شيئاً إلا إزاره الذي يستر سوءته ورداؤه الذي يغطي بعضاً ويترك بعضاً، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقامت علاقة من الحب والود والتواصل والتباذل. فجاء سعد بن الربيع يوماً إلى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا عبد الرحمن، هذا مالي فخذ شطره، هذا حائطي فخذ نصفه، وهؤلاء زوجاتي فاختر أحب نسائي إليك فأنزل لك عنهن. عرفتم لماذا أطلقت هذا التحدي؟ من علاقة ما في الدنيا، وأن أقلام التاريخ وأن صحف الحضارات وأن البرديات والمخطوطات لم تنقل لنا أبداً علاقة بمثل هذا السمو وبمثل هذا الإيثار. إن الحب في الله معناه الإيثار، غاية الإيثار. جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد رسول الله ما يطعم هذا الضيف، وهذا الضيف تربطه برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة الحب، وأصحاب رسول الله يحبون
من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذه رجل من الصحابة ثم عمد هو وزوجه فلم يجدا شيئا إلا طعاما قليلا، فآثر به ضيف رسول الله على نفسيهما بل حتى على ولديهما، ثم أطفأ السراج وتظاهر بأنهما يطعمان ليطعم الضيف وهو قرير العين، فلما أصبحوا جميعا نامت العيون. وعين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام أبدا. نقل الوحي هذه الحادثة للتو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليصبح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. يقول عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج إليه مني، اذهبوا به إلى فلان. فذهبوا به إلى فلان، فلما وصلوا إلى ذلك الإنسان فقال: أخي فلان أحوج به مني، اذهبوا به إليه. فلا زال رأس الشاة يدور على سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الأول. هذا معنى من معاني الحب في الله. ليس الحب في الله شعارا وإنما دثارا نلبسه. من معاني الحب في الله التزاور، نقل الأقدام والخطى في سبيل الله، لا على دنيا تجمع بينهم ولا على علائق تربط بينهم إلا الحب في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ بينكم قضاء ديون، بينكم نعمة، بينكم ردود ومقايضات. قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في. الحب في الله ليس شعارا، إن من مقتضياته التناصح والتواصي. قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى التواصي، يحقق ذلك صلى الله عليه وسلم، فيربط على كتف معاذ ويقول له ذات مرة: يا معاذ، إني أحبك في الله، لا تدع دبر الصلاة أن تقول كيت وكيت. والله تعالى يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من مقتضيات الحب في الله التجالس والتباذل. ورأيتم من التباذل والإيثار، وسمعتم من القصص، والمقام يطول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. يقول أحدهم: إني لأضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي. من مقتضيات الحب في الله التماس الأعذار، لا تقطعه لمجرد أنه لم يرد على هاتفك، لا تتدابر معه لمجرد موقف قد يكون له من التفسير ما لا تعلمه. التماس الأعذار، وأن تكون دائرة الالتماس واسعة جدا، 70 عذرا، فإن لم تجد فاتهم نفسك: لعل له عذرا لم أعرفه. من مقتضيات الحب في الله الدعاء بظهر الغيب، أن تحب لأخيك الخير، فإن لم تستطع أن تعطيه
فلا أقل من أن تسأل الله سبحانه أن يبذله له، وأن يعطيه له، وأن يقربه له. يقول أبو الدرداء: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. طيب، إذا حصل هذا، ما الذي يعود على المحب؟ يعود له رتب عالية وجزاءات كبيرة. إن علاقة الحب في الله من موجبات الإيمان، أوثق عرى الإيمان، كما قال سيدنا رسول الله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إنك إذا حققت الحب في الله فإنك تعيش لذة وهنأة وسعادة لا يجدها أحد الناس، بل لو يعلم الملوك وأبناء الملوك لجالدوك عليها بحد السيوف. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا شرط أساس. قد يحب أحدنا من يحسن إليه، من يعطيه، من يقدمنا في المجالس، من يمدحنا في المجالس، لكن هذا العلاقة شرطها أن تكون في الله. يقول أبو إدريس الخولاني: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فلما كان الغد هجرت إليه فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك في الله. تدرون من هذا الفتى براق الثنايا؟ إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل. قال: إني أحبك في الله. فقال: الله. قلت: الله. فقال: الله. قلت: الله. فقال: الله. قلت: الله. يستحلفه عليه ثلاثا، يعني: ما أحببتني إلا لله؟ فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في. إذن لابد أن تكون في الله ولله، لا على دنيا ولا على أنساب ولا على غيرها. الحب في الله حلقة في خارطة الطريق إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. تريد مفتاحا من أعظم مفاتيح الجنة؟ الحب في الله. الحب يا أحبابي موجب للظل، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون أدنى منهم وأقرب منهم، فيبلغ العرق والجهد بالناس كل مبلغ. إن من شدة الموقف يوم ذاك أعاذني الله وإياكم أن الناس يودون لو ينصرف بهم ولو إلى جهنم عياذا بالله. في هذا الموقف هناك طائفة في البرد والسلام والظل الظليل، من هم؟ إنهم المتحابون في الله. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أحبابي، الحب في الله موصل لعلو المنزلة ورفعة الرتبة. إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله عز وجل يوم القيامة. الحب في الله موجب للسلامة من العداوة، الأخلاء والأصحاب والشركاء أعداء يوم القيامة، إلا من كانت رابطتهم في الله ولله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو.
الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وإخوانه، أما بعد. Who said love is haram? And why is it that the word haram it occurs on people's tongues more than the word halal? Yet in the Islamic Sharia, the circle that encompasses halal is far wider and greater than the circle, the small circle, that encompasses what is haram. Verily, Allah subhanahu wa ta'ala has made everything lawful and has only made unlawful very few things. Who can live without love? For love is an essential component in the life of human beings. Not even animals. For animals have this special attachment and this special relationship that is known as love. And if you picture that there could be possibly a human being that has no feeling of love, then you're not picturing a human being, but rather you are picturing something that has no life whatsoever. My brothers and sisters in Islam, I'm not talking about the love that is fake, for there is fake love. The love of boyfriend and girlfriend, this is one of the fakest loves that has ever been witnessed on the face of this history. This love that brings about misery and torment to the heart. This love that even brings about death as a consequence. Like this young Muslim brother who took a girlfriend. And as he lived with his girlfriend in haram, in a haram relationship, and of course this is the nature of this types of haram, that you would never be satisfied with one. Shaitan says, you've tasted this one. So how does the other one taste? And so this is the nature of love that is fake, that you would never be satisfied with one. And so this young brother was not satisfied with this one girlfriend. And so he started looking for others. And this jealous girlfriend, she took a knife and she stabbed him 22 times until she killed him. And this news was on the newspapers in this country. It happened to a young Muslim person. He was killed for the sake of fake love. This is not the love that we're talking about. We're talking about that attachment, that relationship that can only be established by Allah subhanahu wa ta'ala. That one is not from the creation of human beings. It is only from the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not as a result of chemical reaction between human beings. It is a gift and a favor from Allah subhanahu wa ta'ala.
The one that Allah refers to in the Quran when He said, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. It is Allah who brought together their hearts. And if you had spent all that is in the earth, you could not have brought their hearts together, but Allah brought them together. So therefore, this relationship of love that we're talking about, it is the pure love that brings about two people together. The one that was established by Allah subhanahu wa ta'ala. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies and He brought your hearts together. No one can bring hearts together except Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why, my brothers and sisters, this relationship is the pinnacle of human relationship. It is the wish and the supplication of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Even Musa alayhi salam, he supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala that He should give him someone with whom there can be a special relationship, even if it be his blood brother. It is the relationship that the salihun, the pious, they encouraged each other that you should have this relationship with as many brothers as possible. He says, عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. He says, look out for those brothers that you love for the sake of Allah, for they are your helpers in this life, and they will stand with you on the day of the hereafter. Did you not hear the cries of the people of hellfire? فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. They will say, so now we have no intercessors and not a devoted friend. For a devoted believer friend will intercede with Allah Azza wa Jal on behalf of their friends. Al-Hasan radiallahu anhu, he went as far as saying, إِخْوَانُنَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَهْلِينَا. He says, our brothers that we love for the sake of Allah, they are more beloved to us than even our families. For our brothers that we love for the sake of Allah, they remind us of Akhirah. Whilst our families, they remind us of the temporary life of this world. Love for the sake of Allah is not a slogan that a person says. It's not a statement, a blanket statement, that somebody stands and says, إِنِّي أُحِبُّكُمْ فِي اللَّهِ, that I love you all for the sake of Allah. No, this is a special relationship. This is one that Allah says, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ. My love is assured for those who love each other for my sake. It is that relationship that elevates people, that they would sit on pulpits of light, on thrones of light, and they will be admired by the prophets of Allah and the martyrs. In the authentic hadith, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam says, إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسٌ. Verily, يوم القيامة, there will be a group of people. ليسوا بأنبياء ولا شهداء. And these are not prophets and they are not martyrs. يغبطهم الأنبياء والشهداء. However, they will be admired by the prophets and the martyrs because of their station and their elevated status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. أتدرون من هم? Do you know who these are? These are the ones whose hearts they moved as a result of a special relationship. They loved each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This relationship, my brothers, this love for the sake of Allah, it has conditions. And unless these conditions are fulfilled, then somebody saying to his brother or a sister saying to her sister, that I love you for the sake of Allah, without fulfilling the conditions,
then it is only an empty slogan. And the first condition, al-ithar, it is to give preference to the one that you love over and above even your own self. And when you read the books of seerah and the books of history, you will find this example that has never repeated itself in the history of humanity. Wallahi, and I say this with authority on this minbar, there has never been an example of this type of relationship and sacrifice and giving preference over each other that has ever occurred in the history of human beings. This is the ties that was established by Allah Azza wa Jalla in the heavens and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on the earth. This is the one that Allah describes in Surah Al-Hashr, وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. And those who were settled in Medina, meaning the Ansar, and they adapted the faith, meaning they were Muslims, when the others migrated from Mecca to come to Medina. They love those who immigrated to them, and they do not find anyone in their hearts of what they gave to the immigrants, and they give preference over themselves. When you give preference and you have nothing, or you have very little, this is what love is about. When you are willing to share the very little that you have, or nothing at all, but you are willing to sacrifice, that is the true meaning of loving for the sake of Allah. Listen to this description. One of them would take food, and he needs this food, but he gives it to his brother, and he gives preference over his own self. In the Battle of Yarmouk, something amazing was witnessed. Ikrimah ibn Abi Jahl says that at the end of battle, and people were lying wounded and covered in blood, and some of them were dying, and one of them, he was offered water. And he said, he looks around and he sees the person next to him lying injured. He says, give it to him. It goes to the second person. He says, give it to the next person. It goes to the next one. It goes to the next one. Until when it finally reaches the seventh one, he's dead. And when this person comes back to the others, he finds that they have all died and they have all gone to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Giving preference to others over and above your own self. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. And they do not give with any regrets. They give and their hearts are pure and clean for what they have given for the sake of Allah. Abd al-Rahman ibn Auf, he migrated from Mecca and he came from Medina, and he had nothing except that he was covered in dust, and he only had two pieces of clothes. One that covered his waist and the other one that he covered his back with. And the Rasul sallallahu alayhi wasallam, he established that special bondship between him and Sa'd ibn Rabi'. So Sa'd ibn Rabi' says to Abd al-Rahman ibn Auf, he says, Ya Abd al-Rahman, هذا مالي فخذ شطره. Oh Abd al-Rahman, this is my wealth, take half of it. هذا حائطي فخذ نصفه. This is my farm, take half of it. وهؤلاء زوجاتي فاختر أحب نسائي إليك فأنزل لك عنهن. And these are my wives. Take the one that you love and prefer the most, and I will divorce her so that you can take her and marry her as your wife. And Abd al-Rahman says, بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق.
May Allah bless your wealth and your family. Just show me the way to the marketplace. By Allah, the pens of history have never recorded such example of sacrifice in its entire recording of human history. Look at this other example. A guest comes to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And this guest, he had a special relationship with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he sends word to all his houses, to all his wives, and the answer comes back, there is no food to give any guest. And so Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he says to the Sahaba, من يضيف ضيف رسول الله? Who will host the guest of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam? And one of the Sahaba, he says, أنا. And he takes him home. And he goes to his wife and he says, Behold, I have come with a guest, a special guest from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And the woman says, she whispers, والله ما لنا طعام غير طعام السبيان. By Allah, we have no food in the house except a little just for the children to eat. And she says to his wife, نوم الصبيان. Send the children to sleep and bring this food and pretend that you are fixing the lantern, the light. Turn it off. And then in the dark, let's pretend that we are eating with the guest. And let the guest eat all alone by himself. And it happened. And this event, when everybody was asleep, but the eyes of Allah, they never fall asleep. And this information is relayed to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam instantly through revelation. And in the morning, when this Sahaba comes to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Rasulullah says to him, لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ لِصَنِيعِكُمَا بِضَيْفَيْكُمَا اللَّيْلَةِ He says, Verily Allah was amazed. Allah was pleased with what you did for your guest last night. This is what it is all about. Abdullah ibn Umar, he says, أُهْدِيَ لِرَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأْسُ شَاتْ He says, one of the Sahaba, he was given a gift of the head of a sheep. I know some cultures, they don't eat the head of a sheep or a goat. But amongst the Arab, this is one of their favorite delicacies. So this head was taken as a gift to one of the Sahaba. And he said, أخي فلان أحوج به مني. My brother so-and-so is in need of it more than me. So it was taken to the second brother. The second one says, أخي فلان أحوج به مني. My brother needs it more than I do, take it to him. And the head of the sheep, it does rounds حتى انتهى إلى الأول until it comes back to the first person that it was offered to. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. This is the first condition. And the second condition, my brothers, of loving for the sake of Allah is to visit the person that you love for the sake of Allah. Not for any relationship or for any reason, except for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Listen to this beautiful hadith that Abu Huraira relates from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. That a man, he set off to go to another village. It's a distance. In order to go and visit a person that he loves for the sake of Allah. So Allah azza wa jalla, he sent an angel in the form of a human being. And the angel was tracing his steps until the angel stood in his way and he said to him, Where are you off to? He said, To such and such a village. For what reason? He says, I am going to visit my brother for the sake of Allah. He says, عَلَى نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا Are you returning a favor? Are you returning something good that he did for your sake? He said, La,
غير أني أحببته في الله. He says, for no other reason except that I love him for the sake of Allah. And the angel said, فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. And the angel of Allah says, I am a messenger of Allah to you, that verily Allah, he loves you the way you have loved him for his sake. So visiting is one of the conditions of loving for the sake of Allah. One of the other conditions, likewise, my brothers, التناصح, is to advise each other. If you love this person for the sake of Allah, you have to advise them. Look at Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. One day he says to Mu'adh, what an honor. He says to Mu'adh, Wallahi ya Mu'adh, inni la uhibbuk. By Allah, O Mu'adh, I love you for the sake of Allah. لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Do not stop making this supplication after every salah. Look at this love that Rasulullah had for the sake of Mu'adh. And because of this love, he gave him this special dua that has been passed on generation after generation until it came to us on this day. Likewise, my brothers, from the conditions of this love for the sake of Allah is to look out for excuses. If you love someone for the sake of Allah, do not be the fault finder, the one who always looks for the smallest excuse in order to blame. He did not pick up my phone. Why did he not pick up my phone call? He must have belittled me. He must have shown me disrespect. No, that is not the case. And that is why the scholar said, سَبْعِينَ عُذْرًا. Imagine this. 70 excuses. And if you do not find excuse number 71, say to yourself, perhaps he has another excuse that I do not know of. Do not be quick to condemn. Do not be the first one to find faults in your brother that you love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not turn your back just because of a small minor difference that you can sit over and talk over and fix it between yourselves. From the conditions of loving for the sake of Allah, الدُّعَاء عَلَى ظَهْرِ الْغَيْبِ, is to make dua for the person that you love for the sake of Allah. Yes, you might not have something to give. Maybe you do not have something to give in order to show this love. How about supplicating to Allah that Allah gives whatever this person desires? Listen to this amazing example. Abu Darda radiallahu anhu, he says, إِنِّي لَأَدْعُو لِسَبْعِينَ مِنْ إِخْوَانِي فِي سُجُودِي أُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ. He says, by Allah, I supplicate, I make dua for 70 of my brothers that I love for the sake of Allah in my sujood. And I mention them by their names. How long could this sujood possibly be? Imagine mentioning the names of 70 people. And ask yourself, when was the last time you made dua for your Muslim brother or your Muslim sister? This is the meaning of loving for the sake of Allah. This is the one that brings about iman. أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ أَن تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَن تُبْغِضَ فِي اللَّهِ. The strongest bond of iman is to love for the sake of Allah and likewise to hate for the sake of Allah. ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. If a person fulfills these three conditions, they will taste the sweetness of iman. And amongst those conditions, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. That you should love a person for no other sake except for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Idris al-Khawlani, he enters the masjid in Dimashq, in the city of Damascus. And he finds this handsome young man sitting in the masjid and teaching, and his students are taking knowledge from him.
And if they differ amongst themselves, the word of this teacher is the final word. So Abu Idris al-Khawlani says, فَأَحْبَبْتُهُ. I fell in love with him. So the next day I came very early before the dawn prayer, before the Fajr prayer. And I found him in the masjid, and he was already in the masjid before me, and he was praying. So I waited until he was finished, and then I came to him. Do you know who this amazing young person is? The companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh ibn Jabal. So Abu Idris al-Khawlani says to Mu'adh ibn Jabal, Inni uhibbuka fillah. He says, I love you for the sake of Allah. Mu'adh ibn Jabal says, Allah, do you swear by Allah that you love me for his sake? He says, Allah. Allah, qala Allah. Allah, for the sake of Allah. Three times he makes him swear. And upon each time, Abu Idris al-Khawlani says, for the sake of Allah. And Mu'adh says, Abshir. He says, I have good news for you. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا. Allah عز وجل says in this hadith قدسي, my love is assured for those ones who love each other for my sake. My brothers, love for the sake of Allah is the key to Jannah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تؤمنوا والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. He says, by Allah, you will not enter Jannah until you have Iman, and you will never achieve Iman until you love each other. Shall I not teach you something? If you do, you will love each other. He said, spread the greeting, spread the salam, you will love each other, and this will bring Iman, and this will lead to Jannah. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبي وقلوبكم محبة لذاته. إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه, فقال عز من قائل عليم, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.